عاوز تشتري موبايل وعمال تتفرج على مراجعات لحد ما تهت اكتر؟ تعال دلوقتي نقول ايه اللي لازم تعرفه او اللي محتاج تعرفه قبل ما تقرر تشتري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والاخبار عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وتمام. عاوز تشتري موبايل معين وفتحت اليوتيوب وبدأت تشوف المراجعات، بس كل شوية المراجعات تقولك في موبايل احسن منه، بس زود سيكة، قلل سيكة، امشي على الحيط، لحد ما الدنيا بهوقت منك والميزانية كرمت على الاخر. فخلينا بقى في الحلقة دي نقول على اهم 3 نصايح انت محتاج تعرفهم علشان بناء عليهم تقرر هتشتري انهي موبايل بكل هدوء كده وانت عارف هتمشي ازاي. اول حاجة الميزانية، بتحدد لنفسك ميزانية معينة وليكن مثلا 4000 جنيه، لانه بناء عليها الموبايلات اللي انت بتفكر فيها او الاختيارات بمعنى اصح بتقل بنسبة كبيرة جدا. فانت لما بتحدد لنفسك ميزانية معينة عدد الموبايلات بيقل، بس اهم من انك تحدد الميزانية انك تحدد الزيادة على الميزانية. زيادة على الميزانية يعني احنا نقدر نقول انك مثلا وليكن بتشيل 500 جنيه على جنب ولا كأنها موجودة ولا كأنك شايفها خالص ولا كأنها في الفلوس، بحيث انك اوقات ممكن تلاقي الموبايل اللي فيه المواصفات اللي انت عاوزها بس بيكون فيه ابجريد كده للموبايل بحاجة بسيطة لكن بيفرق في السعر. يعني مثلا تلاقي النسخة 3 جيجا رام مختلف عن 4 جيجا رام ب 200 جنيه، تلاقي المساحة الداخلية بدل ما هي 64 128 مع فرق 300 جنيه، فبالتالي الموضوع بالنسبة لك هيكون موفر اكتر وهيكون فيه ذكاء اكتر، انك لو الموضوع فرق في 300 جنيه وانت محتاج المساحة او هيفرق معاك الرام، فوقتها انت هتدفع المبلغ ده علشان تاخد حاجة تكون اعلى شوية، تاخد حاجة تكون عبارة عن ابجريد للنسخة اللي انت بتفكر فيها او اللي ظاهرة قدامك او النسخة اللي انت قررت انك تشتريها. يعني مثلا موبايلي الريدمي نوت 8 لما جيت اشتريه كانت النسخة 64 هي المتاحة قدامي، وكان في نسخة 128 كانت بفرق تقريبا 300 جنيه، لكن ما فرقتش معايا لان انا ما بخزنش على الذاكرة الداخلية بتاعته باستمرار. يعني الحاجات المهمة بالنسبة لي بخلي منها نسخة باستمرار على اللابتوب ونسخة منها على الانترنت علشان لو انا برا مثلا واحتجتها. فبالتالي فكرة ان المساحة تزيد الضعف من 64 ل 128 ما كانتش المشكلة او المعضلة الكبيرة اللي علشانها انا ممكن افكر في حاجة زي كده، فعلشان كده اشتريته زي ما هو. تاني حاجة لازم تاخد بالك منها هو انت بتستخدم الموبايل في ايه، لان استخدامك للموبايل او الحاجات اللي انت ناوي تستخدم الموبايل فيها هو اللي بناء عليها هتزود في الاوبشنز او هتختار اوبشنز معينة. كل شركة بتنزل موبايلات بيكون في موبايل بيركز على حاجة وموبايل بيعوضها بحاجة تانية، فبالتالي لو انت مثلا هتستخدم الموبايل في التطبيقات والسوشيال ميديا والكلام ده كله، فانت عايز تزود رام على قد ما تقدر، وده لان السيستم اصلا او الاندرويد بياخد تقريبا نص الرام، ما تسألش بتروح فين، انت هتلاقيه مش موجود اصلا. اما بقى لو استخدامك للموبايل في التصوير، سواء انت مثلا بتخرج كتير او بتحب تصور او عندك الموهبة دي، او لو انت مثلا بتشتغل في الحاجات دي، وكنا اتكلمنا عن تطبيقات ومواقع تقدر تستخدمها في انك تبيع الصور بالفلوس او بالدولارات، وهيظلك اقتراح الفيديو ده فوق هنا وهنسيبه تحت في الديسكريبشن بوكس. فبالتالي لو انت بتستخدم الموبايل في حاجة زي كده، فانت هتحتاج الموبايل يكون بيركز اكتر على المعالجة وعلى الكاميرا، طبعا مش عدد الميجا بيكسلز لان الموضوع مش كده خالص، وانما على معالجة النظام للتصوير او معالجة النظام للصور اللي بتطلع. وحاجة زي كده بتكون ظاهرة من مراجعات الموبايلات، ومن اشهر الناس اللي بتركز في حاجة زي كده او بتنقل تجربة حلوة في حاجة زي كده هو موبيزل، بحيث انه بيكون ظاهر قدامك او بيقولك الموبايل ده معالجته للكاميرا او المعالجة اللي بتطلع للصور، هل هي بتكون حلوة، هل المعالجة دي كويسة بحيث انك تقدر تشتري الموبايل ده وانت مركز على الكاميرا بتاعته ولا في مشكلة. اما بقى لو استخدامك للموبايل هيكون بابجي وكول اوف ديوتي وانت جيمر تقيل بقى وكلام ده كله، فانت وش هتركز على المعالج، يعني بنتكلم في معالج يكون سناب دراجون ويكون جاي من الموبايل مثلا من الفئة الفلاكشيب او يكون من الفئة المتوسطة، بحيث انه يكون شغال معاك في الالعاب بصورة كبيرة جدا. وبرضو في مراجعين بيركزوا على تجربة اداء الموبايل او اداء بابجي او اداء كول اوف ديوتي او اداء الالعاب عموما بالنسبة للمعالج، فبالتالي ده هيقرب لك المسافات اكتر. يعني موبايلي مثلا واللي انا عمال اضرب بيه امثله لان انا مشيت على كل الخطوات دي علشان اقدر اشتريه واستقريت عليه بعد مساعده صديق، لاني كنت محتار بينه وبين موبايل تاني، لكن لقيت فيه شويه فروق صغيره كده فرقت معايا. يعني مثلا لقيت ان الموبايل اللي معايا ده بيشغل اليوتيوب لحد 1080، بينما الموبايل اللي كان في المقارنه معاه بيشغل لحد 720 بس. حاجه كمان لقيت ان الكاميرا بتاعته جودتها افضل بكتير، والحمد لله يعني طلع لي نسخه جوجل كاميرا اللي انا ما بستغناش عنها وكنا اتكلمنا عنها قبل كده بالمناسبه، هيظل لك اقتراح الفيديو فوق هنا وهنسيبه تحت في الديسكربشن بوكس، بحيث لو الموبايل بتاعك بينزل له جوجل كاميرا بالتحديثات بتاعتها هيبقى حاجه عبقريه جدا. وكمان حاجه تانية وهي ان الرام اللي موجوده في الموبايل بتاعي 4 جيجا، بينما التاني اللي كان في المقارنه معاه كانت 3 جيجا، رغم ان المراجعات كانت بتقول ان الموبايل التاني اللي برام 3 جيجا كان اسرع، لكن في الوقت ده وقتها كان المميزات التانيه الى حد ما عجباني، فعلشان كده قررت بدون اي مشكله ان انا اشتري ريدمي نوت 8. وطبعا مش هقول الموبايل التاني، لكن تقدر تقولي في التعليقات ايه الموبايل اللي انت تشك
انه يدخل في مقارنه مع ريدمي نوت 8 وقتها، وانا اقول لك هو صح ولا لا. ثالث حاجه لازم تركز فيها وانت بتختار الموبايل هي البطاريه والشحن. بعد ما خلاص استقرينا طبقا للخطوات اللي فاتت، هيجي دور انك تفكر في البطاريه والشحن. طبعا هو في العادي انت لازم تركز مع حاجه زي كده، لكن لو انت استخدامك العاب او انت جيمر بقى تقيل، فانت هتحتاج ان البطاريه تكون اقوى علشان تستحمل معاك، خصوصا لما تيجي تشغل الاعدادات على اعلى جرافيك مثلا في ببجي او حاجه زي كده، فانت محتاج ان البطاريه تكون قويه علشان تديك افضل تجربه العاب بدون اي مشكله في الاضاءه وغيره. على عكس مثلا لو استخدامك للموبايل في التصوير والكاميرا، فانت مش هتحتاج ان البطاريه تكون كبيره، لان الكاميرا بطبيعه الحال مش بتسحب من البطاريه كتير. ولو انت استخدامك مثلا للتطبيقات والسوشيال ميديا وهكذا، فبالتالي برضو انت مش هيكون بالنسبه لك البطاريه هي الشرط الاساسي. لكن برضو في المقابل الشحن هيفرق معاك، يعني لو الموبايل بتاعك هيكون مثلا بيشحن شحن سريع او تايب سي، فمهما كان حجم البطاريه مش هيعمل معاك مشكله، لانه هتوصله في الشاحن هيشحن معاك بسرعه، وفي نفس الوقت التايب سي بيكون افضل. فبالتالي في حاجات هتشيل حاجات في حته البطاريه والشاحن بناء على استخدامك زي ما قلنا، لكن برضو نركز في حاجه زي كده، انه عندك بطاريه تكون حجمها كبير او يكون الشحن سريع، وكل مكان الحاجات دي كلها متجمعه مع بعض وكل مكان افضل طبعا. واخيرا بقى في شويه ملاحظات كده وبهاريس، كل ما كانت موجوده كل ما الموضوع هيبقى افضل علشان تكون مواكب احدث التغييرات والتحديثات اللي موجوده في عالم الموبايلات. اول حاجه ان الشاشه تكون فول اتش دي بلس، وفي حاجه اسمها تردد الشاشه، وده نقدر نقول سرعه وسلاسه استخدام الشاشه، مش هيحس بيها غير اللي ماسك الموبايل نفسه، لكن كل ما بتزيد كل ما الشاشه بتكون افضل. لكن برضو ناخد بالنا ان مش كل التطبيقات بتكون فاتحه انك تستخدم اعلى تردد للشاشه، خصوصا وان الموضوع لسه جديد الى حد ما. برضو كل ما كانت دقه الشاشه اعلى والتردد اعلى كل ما كان افضل، بس ناخد بالنا ان ما يكونش تردد الشاشه عالي ودقتها اقل، لان ده هيكون سيء جدا والتجربه هتكون مش افضل حاجه. تاني حاجه هي السوفت وير بتاع الموبايل. وانت بتتفرج على المراجعات وعمال تقلب من الفيديو ده للفيديو ده، لازم تاخد بالك من راي المراجعين في السوفت وير، هل بيعلق، هل مثلا تقيل، هل في اعلانات، لان في حاجات ممكن تتحل التحديثات مفيش اي مشكله، وفي حاجات تانية للاسف التحديثات مش هتعمل فيها حاجه. وفي نفس الوقت حتى لو في تحديثات، فانت ليه تحط نفسك في الصداع ده من الاول؟ يعني هتخلي الموبايل ده في اخر اولوياتك، بحيث لو اتزنقت واضطريت وقتها نتعامل معاه. لكن في نفس الوقت طول ما السوفت وير فيه مشكله، فبالتالي تجربه الاستخدام مش هتبقى افضل حاجه. واخيرا بقى نصيحه خطيره شويه مقسومه على جزئين للناس اللي اخيرا معاها الفلوس وناويه ان هي تشتري. اول جزء منها وهو خاص بالتحديثات اللي بتحصل في عالم الاندرويد، كل شويه بيكون في تحديث للمميزات اللي موجوده في الموبايلات الفلاجشيب، وده معناه ان المميزات اللي كانت موجوده فيها قبل كده هتبقى قديمه شويه، فبالتالي هتنزل لموبايلات اقل، يعني موبايلات الفئه المتوسطه او الفئه الاقتصاديه. يعني كل شويه هيكون في تحديثات لموبايلات الفئه المتوسطه او الفئه الاقتصاديه، او هيكون في اخبار عن تحديثات جايه واتقل على الموبايل ده، وفي موبايل احسن منه جاي، وبناء عليه هتستنى الموبايل اللي جاي بعده، فهتستنى العمر كله، وهيرسل الموضوع انك تفضل ماشي بال1110 لحد ما يوقفوا تحديثات للموبايلات دي علشان تشتري الموبايل اللي مش هيكون فيه تحديث بعده، وده مش هيحصل. الجزء الثاني من النصيحه بقى شبه اللي بيحصل معايا في فودافون كده مثلا. انا دلوقتي عامل مثلا باقه ب 50 جنيه على الشريحه، فاليوم بعتوا لي عرض ضعف الباقه ما يتفوتش، عرض مجري بمبلغ 75 جنيه، عرض فعلا مجري، اشتركت. طب في عرض بقى ضعف الباقه ما يتفوتش لمده شهرين بمبلغ 120 جنيه، هو المفروض بصراحه ان هو عرض، فانا اشتركت فيه. فهوب بعدها بشويه في عرض انترنت مغري ما يتفوتش شهرين مع بعض، خصم 50% ب 175 جنيه. تلاقي نفسك تدريجيا عامل باقه انترنت على الشريحه اكبر من اللي انت عاملها في الانترنت المنزلي. نفس الامر بينطبق على الموبايل. هو وارد ان الميزانيه بتاعتك تزيد سيكه، وارد زي ما قلنا في اول نصيحه انه يكون الموضوع فرق في حاجه بسيطه علشان تعمل ابجريد، لكن لازم تاخد بالك انك كل ما هتبص لفوق كل ما الموضوع هيبقى اكبر، كل ما هتيجي ترفع شويه في الميزانيه علشان تجيب مميزات افضل، كل ما الموضوع ممكن يوسع معاك وانت مش واخد بالك. تلاقي الميزانيه اللي انت كنت عاملها في الاول 4000 جنيه وصلت 7-8000 جنيه. فانت لازم تاخد بالك انك محتاج بناء على الثلاث نصايح اللي قلناهم في الاول تحدد الموبايل. مجرد ما عرفت تحدد الموبايل فانت خلاص اشتريه، لانك مش ضامن ايه اللي هيحصل. ودي مجرد نصيحه كده خاطره شويتين، لكنها بالنسبه للناس اللي لازم تشتري موبايل، او الناس اللي مش مفتوح معاها ميزانيه، فبالتالي عايزه تجيب موبايل يكون مناسب ليها من غير ما تبص لفوق، علشان لما تبص لفوق زياده عن اللزوم الميزانيه هتفتح جدا. وبس كده، دي كانت حلقه بخصوص النصايح اللي تاخد بالك منها او الملاحظات اللي تاخد بالك منها علشان تقدر تحدد الموبايل اللي تشتريه، وان شاء الله يعني تستفيد من العاصفه اللي بتحصل خصوصا من موبايلات شاومي، وتشتري موبايل يكون بافضل امكانيات وبسعر مناسب ليك لما تمشي على الخطوات دي. بالمناسبه هي الخطوات دي مش انا اللي جايبها، هي مجرد بس ان انا يعني نظمتها، لان انا سالت ناس كتير وقلبت كتير علشان اقدر اشتري موبايل يعني مناسب في وقته، واظن ان الخطوات دي او النصايح دي او الملاحظات دي بتمشي على كل الموبايلات. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان تتابع الجديد اول باول، ولو عندك اي فكره او اي موضوع عايز تعرف تعمل عنه اي تطبيق او اي موقع او اي حد جاب سيرته على الانترنت ولا لا، تقدر تسيبهولي في التعليقات ومش هتاخر عليك. نلقاكم على خير.